هل يشترط أن يكون الإنسان على طهارة إذا أذن الفجر لدخوله في الصيام أم لا؟ هذا السؤال يتكرر خصوصا من الأخوات النساء أنها رأت الطهر لكنها لم تغتسل بعد وأذن الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الشرط بالنسبة للمرأة أن يطلع عليها الفجر وهي قد انقطع دمها، أما كونها قد اغتسلت فهذا لا أثر له، بإمكانها أن تعقد الصوم ولو لم تغتسل ما دام أنها قد تحققت طهارتها بانقطاع دمها. ومثل ذلك من عليه جنابة فله أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أمهات المؤمنين يصبح وهو جنب ويغتسل بعد طلوع الفجر، فلا تلازم بين الاغتسال وبين صحة الصيام.